السلام عليكم، انا محمد يحيى من تيم الياس. ان شاء الله النهارده هنشرح البرنولي ديفرنشال ايكويشن. البرنولي ديفرنشال ايكويشن ده نوع من انواع الديفرنشال ايكويشن، اللي هو تقدر تقول ان هو نون لينير، بس انا اقدر احوله لينير ايكويشن واحلها بالطريقه المعتاده، وهي من يعني من ابسط الانواع اللي انت ممكن تشتغل عليها واسهلها في الحل. دي نخش على طول على المسائل لان الموضوع بسيط. انت عندك هنا y داش زائد 4 x y بيساوي x كيوب y سكوير. لحد هنا المعادلة طبيعية، ولكن المعادلة ما بقتش لينير لان هي مضروبة هنا في y باور n. انا محتاج اخلص من الجزء ده عشان المعادلة تتحول لينير ديفرنشال ايكويشن. اللي انا هعمله ان انا هقسم المعادله كلها على واي سكوير بحيث انها تكون بالشكل ده، وابتدي اغير البارامترز بتاعه المعادله بحيث ان الشكل النهائي للمعادله يكون الشكل ده، وبكده المعادله دي تبقى معادله لينير انا اقدر اشتغل عليها. هنشتغل على المعادلة دي ازاي؟ هقول مثلا ان هنا v داش سالب 4x v يساوي x كيوب سالب x كيوب. هقدر بقى اشتغل المعادلة دي زي اي معادلة لينير، هقول ان ده بيساوي bx وان ده كيو اكس. هنا الام اكس اي باور بي اوف اكس دي اكس يساوي اي باور سالب 4 على اكس دي اكس، يدينا اي باور سالب 4 لين اكس هيدينا هنا اكس يساوي سالب 4. الفي اوف اكس بتاعتي يساوي واحد على ال ام اوف اكس اللي انا طلعتها، في الام اوف اكس مضروبة في الكيو اوف اكس زائد كونستانت كل دي اكس. يساوي هنا x باور 4 في x باور سالب 4 مضروب هنا في ال q of x سالب x تكعيب زائد ثابت دي اكس. طبعا الجزء ده هنا بيساوي سالب اكس، فهنا هتكون بتساوي اكس باور 4 سالب لين اكس
لان ده طبعا كان سالب اكس اس باور سالب واحد سالب لين اكس زائد سي. دي اللي هي ال Vx بتاعتي. انا لو رجعت للكونديشن اللي انا عامله وان ال V يساوي Y داش اقدر اقول ان هنا ان Y of X يساوي واحد على كل الكلام ده كله. كده أول مسألة. خش على تاني مسألة. واي داش بتساوي 5y زائد اي باور سالب 2x في واي أس سالب 2. هرجع تاني نفس الفكرة، أنا عندي الجزء ده عاوز أخلص منه عشان المعادلة تكون لينير. هضرب المعادلة كلها في واي واي سكوير. المعادلة هتتغير عندي للشكل ده اللي هو بقت لينير كده خلاص. هرجع اغير البارامترز بتاعت المعادلة وهيديني الشكل النهائي للمعادلة بالشكل ده. هنا سالب 15 يو ده بي اوف اكس و3 ده الكيو فيكس، وارجع اريبيت تاني نفس الخطوات. ام اوف اكس سالب 15 دي اكس. طبعا ال بي اوف اكس هي سالب 15 بس فاضل غير يساوي اي باور سالب 15 اكس. ده كده الميو بتاعتنا او الام اوف اكس اللي بتاعتنا. نرجع نحسب ال في اوف اكس واحد على ام اوف اكس هتساوي هنا اي باور 15 اكس في انتجريشن اي باور سالب 15 اكس تلاتة اي سالب 2 اكس. يبقى انا هاجي هنا قول على طول سالب 17 اكس زائد سي دي اكس. يبقى عندي هنا هتساوي اي باور سالب 15 اكس في سالب 3 على 17. طبعا الانتجريشن بتاع الاكسبوننشال انت بتجيب الديريفاتيف بتاع الباور وتقسمه عليه تبقى سالب 3 على 17 اي باور سالب 17 اكس بلس سي. لو في النهاية يديك المكان ده طبعا هو هنا بيساويها بالواي سكوير لان دي الايكويجن اللي احنا عوضنا فيها من البداية. بس كده نكون خلصنا المسألتين بتوعنا في البرنولي. ان شاء الله
نتقابل في فيديوهات جاية في الـ ES ونبقى سنة.